ممارسة الرياضة ليست حكرا على الرجال، فقد نافست العديد من النساء الرجال في مجالات رياضية مختلفة. فدعما وتشجيعا للرياضة النسائية الكويتية، تداول مغردي تويتر مقاطع فيديو وعددا من الصور لمنتخب الكويت الوطني النسائي لكرة قدم الصالات خلال تدريباته واستعداداته لمبارياته الودية الأولى، الذي سيخوض أولى مبارياته الودية مع فريق مملكة البحرين النسائي يوم الأحد المقبل 31 من مارس لعام 2019. Back pass, cross back, not good enough. If you can block the shot, good. But your priority is the defense, okay? And then if you can block or make a tackle, you block the shot, so she can make a pass to you, make a new score.